السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعضاء وزوار قناة أسعار السيارات باليوتيوب. اليوم عندنا تغطية المعرض أحمد بن عبد العزيز فليج للسيارات الرياض، معارض الشفا، شارع الخليل بن أحمد. صورنا لكم جينيسيس و 2017 وسونات 2017 وباتر المكينة 320 2016 وديتسن غمارة 2015، وصورنا لكم الكيا أوبتيم 2017، وراح ننزل لكم التغطية على شكل أجزاء. وراح نبدأ اليوم بالجزء الأول اللي هو الكيا أوبتيما. خلوكم معنا، حساباتهم والجوال موجودة هنا على الفيديو. كيا أوبتيما سعودي وارد الجبل 2017، جير توماتيك وقزاز كهرب، جنوط ومرايا كهرب، إشارة بمراية، مراتب مخمل، مثبت سرعة وبلاتوث، وماكينة 2400 سي سي، وطارق اف 1، شكمانين ومكيف خلفي، ضمان 5 سنوات او 100,000 كيلو. سعرها ب 61,500. طبعا في الوان متوفرة، ابيض وفضي واسود ورصاصي. كيا اوبتيما. ألفين وسبعتاعش هذا صرفية البنزين. عندك إزالة حكم بدركسون وبلاتوث، مثبت سرعة، رباقات أمامية، وتبديل الجير اف 1، طبعا مفتاح، وهذه الشاشة الصغيرة سيدي، رباقات أمامية، تحكم بالمكيف، وهذه فتحة الـ USB أو UX، وهذا مضحك وضعية الجير. مفتاح. بالدرج. عندك تحكم بالإضاءة ورفع النور وزر فاصل مع الانزلاق، قزاز كهرب، صفت مرايا،
ما في تكاية بالنص. كيا وتيم 2017 هذا الشنطة.